ويا اهلا، ايش رايكم بالله؟ شهي صح. جهزت مقاديري، نص كوب زيت، كوب مويه، نص كوب سكر، نخلطهم مع بعض، نضيف لهم كوب حليب بودره، كوب ونص دقيق، طبعا نضيفه تدريجيا واحنا نخلط. تقدر تستخدمون العجانه او السلك اليدوي اللي يريحكم، احسها سهله باليد فاستخدم لها الخلاط اليدوي. بعدها نصب الخليط بصينيه مدهونه زيت. تكون مجهزة خليط الأجبان اللي هو عبارة عن ملعقتين جبن سائل وحبتين جبن كيري وملعقتين قشطة. نخطط على الوجه دوائر أو مربعات اللي تفضلونه، رشة سمسم وندخلها الفرن. بعد ما نطلعها من الفرن على الوجه عسل ونقصصها، وبكذا صارت جاهزة. طبعا مو حالية مرة، فممكن تأخذونها مع شاي أو مع قهوة حسب إيش تفضلون. أنا حبيتها مع القهوة أكثر. طبعا طعمها مقارب جدا لخلية النحل، عشان كذا اسمها كيكة الخلية. وبالعافية.